بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، ويسر لنا طريق العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وافتح لنا أبواب رحمتك، وانشر علينا من واسع حكمتك، وعلمنا ما لا نعلم، فإنك تعلم ولا نعلم، وإنك أنت علام الغيوب يا رب العالمين. هذه هي الحلقة الثامنة التي نتحدث فيها عن بقية القاعدة الثالثة من قواعد النبر في القرآن الكريم. وقبل أن نتحدث عن هذه القاعدة، أذكر بما قلنا سابقا. لقد تحدثنا عن القاعدة الأولى، وهي فعل فعل، فعل بالنبر على حركة الفاء، وفعل بالنبر على حركة العين، ولونها أحمر بالنسبة للمصحف المحدد عليه مواضع النبر في كل كلمة. وقلنا إن فعل تأتي إذا تكونت منها الكلمة، أو كانت هي التتابع الأخير في الكلمة، وتأتي فعل في بقية المواضع. ثم تحدثنا عن الصيغة الثانية، وهي فعل فعل، فعل بالنبر على حركة الفاء، وفعل بالنبر على حركة اللام، ولونها في المصحف أزرق. وقلنا إن فعل تأتي إذا تكونت منها الكلمة، أو كانت آخر الكلمة، وتأتي فعل بالنبر على حركة اللام في بقية المواضع. ثم تحدثنا بعد ذلك عن القاعدة الثالثة للنبر، وهي فعل فعل فعل، وتنطق بثلاث طرق. طريقة بالنبر على حركة الفاء هكذا فعل، وطريقة بالنبر على حركة العين هكذا فعل، وطريقة بالنبر على حركة اللام هكذا فعل. وتحدثنا عن مواضع فعل بالنبر على حركة الفاء، وقلنا إن فعل بالنبر على حركة الفاء تأتي في موضعين، إذا تكونت منها الكلمة أو كانت آخر الكلمة. وتحدثنا أيضا عن الموضع الوحيد لفعل، من تذكرنا به لنعلم هل هناك مذاكرة لما فات أو لا؟ الموضع الوحيد لفعل بالنبر على حركة العين، ممتاز ابتهال، إذا كان أول الكلمة حرف معنى، مثل فقست فقعوا وهكذا. واليوم إن شاء الله سنتحدث عن الموضع، عن الصيغة الثالثة، وهي فعل بالنبر على حركة اللام، ونتحدث عن مواضعها. ومن الممكن أن نلخص ما سنقول في نصف دقيقة. إذا كانت فعل بالنبر على حركة الفاء تأتي إذا تكونت الكلمة من ثلاث حركات فسكون، أو كانت آخر الكلمة، وإذا كانت فعل بالنبر على حركة العين تأتي إذا كان أول الكلمة حرف معنى، إذن فإن بقية المواضع المحتملة هي لفعل بالنبر على حركة اللام. يعني نحن مثلا لم نذكر أول الكلمة، إذن أول الكلمة مع فعل. لم نذكر وسط الكلمة، إذن وسط الكلمة مع فعل. لم نذكر اشتراك ثلاث كلمات في تكوين التتابع ثلاث حركات فسكون، إذن هو مع فعل. لم نذكر ثلاث حركات فساكنين، إذن هو أيضا مع فعل. هذا ملخص ما سنقول، ونبدأ في تفصيل مواضع فعل بالنبر على حركة اللام. الموضع الأول، تنفرد صيغة فعل بالنبر على حركة اللام بوجود ثلاث حركات فساكنين في أي موضع كان. يعني مثلا فكلوه وقفا، فكلوه مكونة من ثلاث حركات،
حركة الفاء وحركة الكاف وحركة اللام وسكونين، سكون الواو المادية وسكون الهاء. إذن فكلوه فعلٌ. كذلك لثمود وقفا، لثمود فعلٌ. إذن النبر في فكلوه على حركة اللام، وفي لثمود على حركة الميم. كذلك فتزل، فتزل فعلٌ، النبر فيها على حركة الزاي، على حركة الزاي وليس على حركة التاء، هي معلمة يعني خطأ. كذلك المتعال، المتعال النبر فيها على حركة العين، متعال فعلٌ هكذا. إذن الموضع الأول لفعلٌ بالنبر على حركة اللام، إذا وجدنا ثلاث حركات فساكنين في أي موضع كان. الموضع الثاني لفعلٌ بالنبر على حركة اللام، إذا كان أول الكلمة التتابع ثلاث حركات فسكون، والكلمة مكونة من أكثر من تتابع، يعني إذا وجدنا ثلاث حركات فسكون في أول الكلمة. مثلا متجانف، أول الكلمة متجا فعلٌ، فالنبر على حركة الجيم، هي ليست متجا ولا متجا وإنما متجا، متجانف. وطبعا دائما عندما يكون هناك نبر في أول الكلمة فهذا النبر يعني قليل من يخطئ فيه، إذا كان هناك نبر آخر في، إذا كان هناك نبر آخر في آخر الكلمة، فالنبر الذي في آخر الكلمة هو الذي يكون عرضة للخطأ. لذلك هناك نبر فعلا في آخر الكلمة، وقبل أن أسأل عنه ابتهال ما شاء الله واضح أنها يعني تذاكر القواعد أولا بأول، وقالت على حركة النون، ذكرت أنه على حركة النون، فعلا هناك نبر على حركة النون. لكن سأسأل سؤالا آخر لنعلم من هذا السؤال مدى دقة هذه القواعد. ما صيغة هذا النبر الذي على حركة النون؟ السؤال، ما صيغة هذا النبر الذي على حركة النون؟ وقفا، وقفا، إذا وقفنا على آخر الكلمة. ممتازة تسنيم، وممتازة بتول، وممتازة حميدة ما شاء الله، وممتازة أم طارق، وممتازة أم البنين ما شاء الله. إذن فعلا هي جانف وقفا، جانف فعل، جانف فعل، جانف هكذا، وليست جانف، متجانف وليست متجانف. طيب السؤال الثاني، ما صيغة النبر؟ ممتازة تسنيم وأم طارق وشيماء وفاطمة ما شاء الله وابتهال ما شاء الله، ممتازات. إذن هي في الوصل نفن فعل وليست نفن فعل، متجانف وليست متجانف. إذن سبحان الله، إذا وقفنا فالنبر على نفس الحركة، وإذا وصلنا فالنبر على نفس الحركة، لكن الذي يختلف هو صيغة النبر. إذن نحن نتحدث عن الموضع الثاني لفعل بالنبر على حركة اللام، ونقول إذا كانت أول الكلمة، يعني إذا وجدنا أول الكلمة ثلاث حركات فسكون، فكلمة متجانف أولها ثلاث حركات فسكون. كذلك فأخذناهم، أول الكلمة فأخذ فعل، إذن النبر فيها على حركة الخاء. كذلك هناك نبر آخر في هذه الكلمة، على أي حركة؟ نحن الآن أصبحنا يعني نعلم جل القواعد. نعم ما شاء الله، من كثرة الإجابات المؤشر يعلو إلى فوق، ولا أرى الممتازة أم طارق وشيماء وبتول وكاميليا وحميدة وأم أحمد وأم يحيى وتسنيم وابتهال وأم إخلاص وأم إناس وميديا. إذن على حركة النون، طبعا هي كتبت كي، وكي هو حرف النون في لوحة المفاتيح.
ممتازة. إذن ناهم فعل، النبر على حركة النون، ناهم فعل. إذن الأداء المستقيم فأخذناهم وليست فأخذناهم. كذلك بجهالة، بجهالة أول الكلمة ثلاث حركات فسكون، بجهاء. إذن النبر على الحركة الأخيرة وهي حركة الهاء. طيب هناك نبر آخر في الكلمة لنستذكر ما مضى، أين هو؟ أين هو عندما نقول في الوصل بجهالة؟ نعم ممتازة تسنيم وممتازة كاميليا وأم إخلاص وشيماء وأم عبد الرحمن وأم البنين وحميدة وأم يحيى ومديا. إذن فعلا على حركة اللام، لتن فعل وليست لتن فعل، بجهالة وليست بجهالة، بجهالة أصبح جهالتين وهما جهالة واحدة أو المقصود جهالة واحدة. كذلك فأتاهم، فأتاهم أول الكلمة ثلاث حركات فسكون، فأتا فاعل هكذا، فأتا فاعل هكذا، النبر فيها على حركة التاء. كذلك إذا نظرنا إلى الكلمة من آخرها سنجد النبر على أي حركة، ممتازة أم أحمد وعبد الرحمن وأم البنين وميديا وأم إيناس وشيماء وبتول وحميدة وتسنيم وميديا على حركة التاء أيضا. تاهم، تاهم فعل وليست تاهم فعل، فأتاهم وليست فأتاهم هكذا. إذن الموضع الثاني لفاعلون بالنبر على حركة اللام إذا كان أول الكلمة ثلاث حركات فسكون. ننتقل إلى، ننتقل إلى الموضع الثالث لفاعل بالنبر على حركة اللام. طبعا نحن تحدثنا إلى الآن عن أول الكلمة ووجود ساكنين، نتحدث الآن عن وسط الكلمة، يعني إذا وجدنا هذا التتابع وسط الكلمة، إذا وجدنا ثلاث حركات فسكون وسط الكلمة، يعني وجدنا الموضع الثالث لفعل بالنبر على حركة اللام إذا وجدنا ثلاث حركات فسكون وسط الكلمة. يعني مثلا كلمة والمؤتفكات أولها والمؤ آخرها تو، ووسط الكلمة يوجد ثلاث حركات فسكون ممثلة في تفكا، إذن النبر على حركة الكاف فتنطق تفكا فعل وليست تفكا، وليست تفكا وإنما تفكا. وطبعا مثل هذه المواضع لا يخطئ فيها أحد لأنها وسط الكلمة. لكن لو نظرنا إلى الكلمة من آخرها سنجد النبر على نفس ممتازة ابتهال، ممتازة شيماء، نعم آخر الكلمة كاتو فعل وليست كاتو فعل، والمؤتفكات وليست والمؤتفكات هكذا. كذلك ابتدعوها، نلحظ أن أول الكلمة اب وآخر الكلمة ها ووسط الكلمة ثلاث حركات فسكون، حركة التاء وحركة الدال وحركة العين وسكون الواو المادية. إذن تنطق تدعو فعل وليست تدعو، وليست تدعو وإنما تدعو. طيب إذا نظرنا أيضا إلى الكلمة من آخرها لأن هذا سينفعنا في قراءة المصحف، لأننا يعني في هذه الحالة كما سنقول في آخر لقاء إن شاء الله اعتمدنا على آخر الكلمة، يعني كلمة مثل هذه الكلمة يتجاذبها لونان في المصحف، يتجاذبها لونان، اللون الأخضر بالنسبة لصيغة فعل واللون الأزرق بالنسبة لصيغة فعل. إذن سنضع اللون الأزرق لنفهم كيف نقرأ هذا المصحف. إذن آخر الكلمة النبر على حركة العين أيضا، ممتازة أم إيناس وأم طارق وبتول وحميدة وكاميليا وشيماء وابتهال.
نعم هي فعل في آخر الكلمة وتنطق عوها وليست عوها، ابتدعوها وليست ابتدعوها، فنفصل ها عن ابتدعوا بهذا الأداء المنحرف. من ذلك أيضا يقتتلان وصلا، نلحظ أن أول الكلمة يق وآخر الكلمة ني ووسط الكلمة تتلا، إذا النبر على حركة اللام تتلا فاعل هكذا. طيب إذا نظرنا أيضا إلى آخر الكلمة سنجد النبر أيضا على حركة اللام، على حركة اللام، لاني فعل وليست لاني فعل، يقتتلاني وليست يقتتلاني. سبحان الله، يعني نحن إذا حافظنا على أداء الكلمة من أولها سنجد في النهاية الكلمة قد خرجت على ألسنتنا مستقيمة وجميلة وفصيحة. كذلك يختصمون، نلحظ أن أول الكلمة يخ وآخر الكلمة نا ووسط الكلمة تصيمو، ثلاث حركات فسكون، إذا النبر على حركة الميم تصيمو فاعل. طيب إذا نظرنا إلى الكلمة من آخرها فالنبر أيضا على حركة الميم، ما صيغتها؟ ما صيغتها؟ ممتاز ابتهال، ممتاز بتول، ممتاز أم طارق، ممتاز حميدة. نعم صيغتها فعل، والتي يعني التبس عليها الأمر عليها أن تتذكر أننا قلنا إن فعل في بعض الأحيان نتوهم وجود الساكن الأخير، يعني مونة كأنها على وزن إيه؟ فعل. إذن هي يختصمون وليست يختصمون هكذا. كم موضع إلى الآن ذكرناه؟ ثلاثة. يبقى الموضع الرابع. كم موضع إلى الآن ذكرناه؟ ثلاثة. يبقى الموضع الرابع والأخير. الموضع الرابع والأخير يأتي إذا اشترك في تكوين التتابع ثلاث حركات فسكون ثلاث كلمات، يعني سنجد التتابع مكونا من ثلاث كلمات، وهذا الموضع يخطئ فيه كثير من القراء للأسف. يعني مثلا أولو مكونة من الهمزة زائد الواو زائد لو، ثلاث كلمات، إذا تنطق أولو فاعل بالنبر على حركة اللام، وليست أولو بالنبر على حركة الهمزة، وليست أولو بالنبر على حركة الواو، إذا هي أولو أولو هكذا. كذلك أولم النبر على حركة اللام، إذن هي ليست أولم وليست أولم وإنما هي أولم. كذلك أولا فاعل وليست أولا فاعل، وليست أولا فاعل وإنما هي أولا فاعل. كذلك أومن فاعل بالنبر على حركة الميم، وليست أومن وليست أومن وإنما هي أومن فاعل. كذلك أفلم فاعل وليست أفلم فاعل وليست أفلم فاعل وإنما هي أفلم فاعل. كذلك أفلا فاعل وليست أفلا، أفل من الأفول فاعل وليست أفلا وإنما هي أفلا فاعل. كذلك أفمن فاعل وليست أفمن وليست أفمن. كذلك أوما فاعل وليست أوما فاعل وليست أوما فاعل. إذا هذه هي مواضع فاعل. إذا أردنا أن نذكر خلاصة جميع مواضع فاعل فهناك شريحة تشرح خلاصة مواضع كل من فاعل وفاعل وفاعل. بالنسبة لي فاعل بالنبر على حركة الفاء
تأتي إذا تكونت منها الكلمة، يعني الكلمة مكونة من 3 حركات فسكون. كذلك تأتي إذا كانت هي التتابع الأخير في الكلمة، يعني وجدنا 3 حركات فسكون آخر الكلمة. بالنسبة لصيغة فاعل بالنبر على حركة العين لها موضع واحد، وهو إذا وجدنا حرف معنى في بداية الكلمة، يعني لن نجد 3 كلمات، سنجد حرف معنى زائد كلمة، يعني سنجد كلمتين. الموضع الأول لفاعل إذا وجدنا ساكنين، 3 حركات فساكنين. الموضع الثاني إذا كانت أول الكلمة. الموضع الثالث إذا كانت وسط الكلمة. الموضع الرابع إذا اشترك في تكوين التتابع 3 حركات فسكون 3 كلمات. وبذلك نكون قد شرحنا 3 قواعد من قواعد النبر، ولم تبق إلا قاعدة واحدة. شرحنا فعل وفعل، وفعل وفعل، وفعل وفعل وفعل. الآن الأخت المشرفة إن كانت مستعدة تضع لنا يعني أي مقطع من أي صورة. طيب، قبل أن نقرأ نضرب بعض الأمثلة لصيغة فعل بطرق أدائها. يعني النبر فيها على حركة الهاء. النبر فيها على حركة الهاء. لماذا؟ طبعا اللون الأخضر هو خاص بالصيغة الثالثة، فعل أو فاعل أو فاعل. بكل بساطة ويسر، إذا وجدنا النبر على الحركة الأولى فهي فاعل، إذا وجدناه على الحركة الثانية فهي فاعل، إذا وجدناه على الحركة الثالثة فهي فاعل. ممتازة أم طارق، لأن أولها حرف معنى، إذن هي وهو وليست وهو وليست وهو. طيب ممتازات ما شاء الله. طب كلمة خلق، ممتازة ابتهال، ممتازة ابتهال، لأنها تكونت منها الكلمة، تكونت. وممتازة تسنيم، وممتازة أم أحمد وعبد الرحمن وأم طارق. طيب سؤال أخير ونبدأ القراءة. بمصابيح، الصاد عليها نبر وملونة بالأخضر، لماذا؟ أي صيغة ولماذا؟ نعم ممتازة أم عبد الرحمن، كنت سأعترض على إجابتك لولا يعني تذييل الإجابة بكلمة أول الكلمة. كلمة 3 حركات فسكون ليست إجابة، التي تكتب 3 حركات فسكون لأنها إجابة عن كل لون أخضر نجده، لكن عندما تقول أول الكلمة هي علمت أن هذا الموضع لي فعل بمصا فعل هكذا، إذن لأنها وقعت أول الكلمة فالنبر على اللام. طيب ممتازات. طيب سنبدأ القراءة وسأحدد إلى أي آية حتى إيه لا نطيل. إلى الآية التاسعة. إلى الآية التاسعة. من تقرأ؟ نستمع إلى بتول، تفضلي يا بتول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم
ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. أحسنت بارك الله فيك، ممتازة ما شاء الله. الملاحظات يعني دقيقة جدا وبسيطة جدا. في ثم ارجع، أنت يعني ضغطت على حركة الجيم فأصبحت ثم ارجعي هكذا، ثم ارجعي أصبح الخطاب للمؤنث هي ثم ارجعي البصر. لذلك تجدين أن النبر على حركة إيه؟ على حركة الهمزة. سنتكلم في آخر محاضرة ونقول إن هذه الكلمة وأمثالها تعامل معاملة الوقف، يعني عندما نقف عليها نقول ارجع، إذن هي فعل، لذلك الهمزة ملونة بالإيه؟ بالأزرق. كذلك للشياء نرقق الياء، للشياطين نرقق الإيه؟ الياء. نعم، التي تسأل كيف، وإن كنت يعني لا أحب الإجابة عن الأسئلة وأنا أشرح، أحب يعني الأسئلة تكون في آخر اللقاء. كيف تكون عليها، كيف يكون عليها النبر وهي همزة وصل لا تنطق؟ نعم، لأننا عندما سننطق ثم معها سينتقل النبر إلى حركة الميم من ثم، لكن لا نستطيع أن نضع النبر على حركة الميم من ثم، فالقارئ سيفهم أن همزة الوصل تأتي مكانها في النطق الميم فسيضع النبر عليها هكذا. هو سؤال ممتاز لكن ايه الوقت فقط. كذلك اذا، انت قلت اذا، هي اذا وليست اذا. سنكتفي بالقراءة الى الاية السادسة من اجل الوقت. تفضلي يا ام البنين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت
ترجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. أحسنت يا أم البنين، بارك الله فيك، ممتازة ما شاء الله. سبحان الله، حتى يعني المزالق التي وقعت فيها أصلحتيها في الآيات الأخرى لأنها تكررت. يعني مثلا في الآية الأولى قلت وهو، هي وهو هكذا لأنها فاعل بالنبر على حركة العين. كذلك قلت ترى وهي ترى، ثم صححتها في الآيات الإيه الأخرى. كذلك قلت عذابس، عذابس ليست عذابس، هي عذابس، عذابس، يعني النبض على حركة الذال وليس على حركة الباء. كذلك نفس الخطأ في جملة أخرى وبئسل، أنت قلت وبئسل، هي وبئسل وليست وبئسل. طيب نستمع إلى كاميليا، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله، ممتازة. بالنسبة للنبر ولا خطأ، لكن التفخيم والترقيق يحتاج منك إلى جهد، لابد أن تتدربي عليه، لكن ما شاء الله ممتازة، أحسنت. طيب شيماء، تفضلي يا شيماء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ترجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين
وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. ما شاء الله تبارك الله، أنت أيضا ممتازة ما شاء الله في النبر، لم تخطئي في كلمة واحدة ما شاء الله، لكن في أيضا التفخيم والترقيق كلمة وأنا يعني أقولها لأن الأخت التي سبقتك نفس الخطأ عندها، بما صا ترقيق الميم ليست بما 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 صا هكذا، بما صابيحة هكذا. طيب تفضلي ابتهال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. أحسنتي بارك الله فيك. هو الملاحظات أنت مرة تقولين وهو ومرة تقولين وهو، يعني حتى احترت، فانتبهي. فارجع البصر، انتبهي لتفخيم الصاد. كذلك أنت تقولين كفروا، هي كفروا وليست كفروا، وبربهم وليست بربهم، لكن فيما عدا ذلك فأنت ممتازة. وعندما تكون الأخطاء معدودة معناها أنك متمكنة جدا ما شاء الله، لأن يعني هذه الأخطاء استثناء من القاعدة، والاستثناء يثبت. حميدة تفضلي يا حميدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فالذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر قاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. وجزاك الله كل الخير ما شاء الله ممتازة. أيضا أنت في النبر لم تقعي في أي خطأ، أنت خطأك في ليبلوكم هو إظهار وأنت أخفيت الميم، كذلك أيكم إظهار وأخفيت الميم وقلت وهو، هي وهو
لكن أصلحتها بعد ذلك في الآيات الأخرى، لكن ممتازة ما شاء الله. طيب هل هناك أخت طلبت القراءة ولم أنتبه؟ تفضل يا أم طارق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. بارك الله فيك. وفيك بارك الله يا أم طارق، أحسنت فيما أديت أداء مستقيما، لكن هناك بعض الكلمات التي وقعت فيها وكلها درسناها ودرسنا قواعدها. الذي أنت تقولين الذي، طيب نعود إلى القواعد، آخر الكلمة حركة، حركة سكون، إذن هي الذي فاعل وليست الذي فاعل، الذي وليست الذي. كذلك ليبلوكم، أنت نطقتها هكذا ليبلوكم، هي ليبلوكم. طيب آخر الكلمة لوكم، ثلاث حركات في سكون، إذن النبرة على حركة اللام، فعل لوكم وليست لوكم وليست لوكم. كذلك ترى، أنت نطقتها ترى بالنبرة على حركة الراء، هي تكونت منها الكلمة، إذن هي ترى وليست ترى. كرتين ننتبه لترقيق الكاف. كذلك قلت ينقلب، هي ليست ينقلب، هي ينقلب. لماذا؟ لأن آخر الكلمة حركتان في سكون، إذا النبرة على الحركة الأولى على القاف وليس على حركة اللام. قلب فعل وليست قلب فعل. كذلك وجعلناها، أنت قلت وجعلناها ناها بالنبرة على حركة الهاء، لا، آخر الكلمة حركة سكون، حركة سكون، إذا النبرة على حركة النون، فعل. وجعلناها وليست وجعلناها. كذلك في لهم قلت لهم، هي لهم لأن اللام لام الجر وليست لام الابتداء، إذا لهم وليست لهم. أحسن الله إليك وبارك فيك يا أم طارق. طيب إن شاء الله الواجب سيكون من أول سورة تبارك إلى الآية الثانية، إلى نهاية الآية الثانية حتى لا نثق. طيب 1 2 3 4 5 6 تريد أن تقرأ، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير،
ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. بارك الله فيك وبارك فيك يا واحد إلى ست، أحسنت. الملاحظات يعني طفيفة جدا. أولا الترقيق والتفخيم خاصة في الباء، مثل طباقة نخلي بالنا من الايه، والبصرة نخلي بالنا من ترقيق الباء. بالنسبة للنبر كمان أنت قلتي خاسئا وهي خاسئا، عندما تنبرين على حركة الهمزة قد يتوهم السامع أنه مثنى خاسئا، لا هي ليست خاسئا وإنما هي خاسئا. كذلك القلقلة عندك، وإن يعني كان هذا ليس مجال ما نقول الآن، تميل إلى الكسر. نحن نريد القلقلة لا تميل إلى كسر ولا إلى فتح، يعني لا تقولي وأعتدنا هكذا. كذلك آخر ملاحظة في كلمة المصير، هذا حرف مد، وكما قال الإمام ابن الجزري عن حروف المد: حروف مد للهواء تنتهي، يعني ليس لها مخرج محقق. أنت تحققين حرف المد عندما تقولين المصي هكذا، المصي، هذه التكة التي تتكينها على حرف المد تجعلينه محققا، يعني بمعنى آخر أنت تجعلين الياء المدية التي هي من الجوف تجعلينها من وسط اللسان. وهذا وإن كان يعني موافقا لرأي قطرب والفراء والجرمي، إلا أن رأي جمهور العلماء أن حروف المد هي حروف جوفية وليس لها مخرج محقق. طيب هل هناك من سؤال؟ النبر لا يعرف الصمت، النبر يعرف الصوت. طيب إن شاء الله نلتقي في الأسبوع المقبل مع الصيغة الرابعة والأخيرة: متعل متعل متعل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.